كيراكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا معايا هنا، يا الزوج كان شري لي صندوق تاع طوماطيس، كيما تعرفوا راها رخيصة وراه وقتها. كيما راكم تشوفوا هنايا معايا البنات، راني غاسلتها وفرستها، هذه الكمية رايحة نطيبها مع خواتاتي. دوك نوريكم كيفاش، باش كيما شفتوني كامل لي فيديو تاوعي ما نستعملش انايا طماطم مصبره بزاف. هي ما راهيش مليحه للصحه، والواحد مدى به ايفيتيها ويستعمل حاجه تكون طبيعيه اكثر. انايا يعني نستعمل بزاف بالنسبه للفلفله، هكاك حشوات هكاك نستعملها تكون واجده وجاهزه. كيما راكم تشوفوا معايا فرست هذيك الطوماطيس تاعي، هذه خليتها لبنتها رايحه نطيبها ورايحه تشوفوا معايا كيفاش. وعندي هذه الكميه منها اللي كانت مليحه، ما راها البنات لا كما نقولوا متوشيه لا والو، كما راكم تشوفوا معايا حبتها مليحه. ثاني هي البنات راهي مغسوله ونقيه، قلت ما نطيبهاش كاع، هذه الكميه نحيتها رايحه نعطيكم هنايا. انايا دائما وابدا كما نقولوا عندي هذه الكميه تاع الطوماطيس دائما نحي منها على السنه، نقلعها باش البنات غادي نديرها على ربعه. كاني ما تبغيش تقطعها كيما انا ما عنديش اللي عندها البلاست، وتبغي تخليها في الكونجيلاتير تخليها كيما راها حبه كيما راكو تشوفوا، ودير على حساب الرميات اللي ترمي بهم، هي لي سوب الحريره ولا شوربه ولا دير 3 حبات 4 حبات، هي وعلى حساب الافراد العائله تاعها وعلى حساب الكميه اللي تبغي تنصبها. وبالنسبه لي ما عندهاش البلاصه كيما انايا، رايحه البنات نقطعها على 4 ولا على 2 كل واحد وكيفاش، ورايحه نديرها في لي ساشي تاع الكونجيلاسيون. وكل بالنسبه لي انا راح ندير هكاك 4 حبات 3 حبات، اللي تكون كبيره ندير 3 حبات، واللي تكون شويه حبتها صغيره راح ندير حتى 4 حبات، ونقطعهم على 4 البنات ونديرهم في لي ساشي تاع الكونجيلاسيون وندسهم كيما راهم في المجمد. المهم حبيت نعطي المشتركات فكره هكا. وبالنسبه لهذيك الطوماطيس البنات اللي وريتها لكم تاني، راح نقطعها ونطيبها مع خواتاتي ونوريكم شنو ندير فيها. يا البنات بعد ما قطعتها كيما راكم تشوفوا على 4، وبيان سور قلعت لها هذاك الوسخ تاعها، والبنات ميم انايا نستعمل ميم نشم الريحه تاعها اللي نشك فيها، خاطرش تجي شتو الحبه تجي فيها واحد الريحه، ميم هي جديده بصح فيها واحد الريحه ماهيش مليحه. المهم كيما راكم تشوفوا راح درك البنات نطيدون اي اضافات. انا البنات ما ندير لها لا زعتر، ما ندير لها رند، ما ندير لها حتى حاجه. كيما قلت لكم نبغي نستعملها في عده اطباق كيما هكا، كيما تعرفوا نبغي نديرها في الفلفله ما يجيش فيها بنه الرند، نبغي نطيبها في بزاف امور. المهم نصب بيها كاش حاجه، ما نبغي ندير فيها البنات لا زعتر ولا رند، انا نطيبها كيما راها. اللي تبغي طيب تاع البيتزا وتاع، انا البنات نطيبها كيما راها كاع كيف كيف. وكي نبغي نستعملها في البيتزا ولا نضيف لها دوك الاضافات تاوعي على حساب الكميه اللي راني باغيتها، كاش اضافات نضيفها مع اللاغ، واللي ما تستحقش اضافه نرمي الطوماطيس تاعي كيما راها. وكل وحده والافكار تاعها، وكل وحده وكيفاش تدير. المهم الطوماطيس تاعي ها هي وينها، بعد ما قطعتها ونقيتها وساويتها درتها هنا في هذه القدره، رايحه نخليها طيب حتى طيب معايا، ونرجع مع خواتاتي بعد ما ونرجع معكم نطحنها انا وياكم ونسدوها في رحبه. وهذه الكميه عمرت لي هذه القدره الكبيره، وعندي هذه ثاني البنات بقات لي شويه، غادي ثاني نطيبها انا وحدها هكاك باش ما بغيتش نمليها بزاف، كيما تعرفوا تبغض تقعد تبكبك وهكاك ما نغبنش في طيابها. هي واش فرست منها كيما راكم تشوفوا هذا البياض نقلعه منها، هذا الريسان البنات ثاني نقلعوا منها كيما راكم تشوفوا، ما راحش نستعملوها كاع. كيما راكم تشوفوا هذه الحبه هي وين قاعده ضايعه منا، كيما راكم تشوفون نفرزها كاش حاجه موسخه البنات نقلعها منها، ندير غير الحاجه اللي تصلح فيها. شوفوا البنات ساشي كبيره قلعتها، هذا غير اللي ما يصلحش باش نطيبها. راني وريت لخواتاتي بالتفصيل، ورايحه نخلي الطوماطيس تاعي طيب، ومن بعد نرجع بعد ما تبرد لي نرجع معاكم باش نطحنوها. هي الطوماطيس تاعي جاهزه بعد ما طيبتها البنات كيما راكم تشوفوا، وخليتها بردت، ورايحة دركا البنات رايحة نطحنها. وهاي الطماطيس تاعنا كي طحناها البنات، رايحين دركا نسدوها من هذوك الكشور تاعها. شوفوا هنايا معايا البنات، راني درتها في هذا
الكسكاس ورايحه هنايا نسددها، نفوتها غير بلاتي باش هذاك الكشور كاع يبقى لي في هذا الكسكاس كيما راكو. والبنات كي حمراء بدون اضافات، ما درت لها لا عكريه لا والو، ميم الحموضيه البنات جايه ما شاء الله. دقتها دروك جايه حلوه، غادي ندير لها غير كميه قليله من السكر وغادي ندير لها كميه من الملح، ورايحه نبدا نلم فيها، نديرها في العلب تاعها نبلع عليها هكا كي نسحقها البنات نجبدها. رايحه نكمل البنات ونعاود نولي معاكم. شوفوا لي هنايا البنات، شوفوا كيفاش طابت، شوفوا كيفاش راهي طايبه معانا. رايحه البنات حنايا في هذه المرحله كيما قلت لكم ضغطها ما لقيتهاش حامضه بزاف، العيه تاعها مليحه. هذه الطوماطيس رايح نضيف غير كميه قليله تاع السكر، حوالي مغرف هكا، ما نديش زوج مغارف ولا ندير مغرف، وندير كميه ثاني من الملح، ورايحه نخلطها ونبدا ندس في الطوماطيس تاعي. شوفوا كيفاش طابت معايا ما شاء الله. راح نضيف هنايا كميه مليحه من الملح باش ما تجيناش مسوسه، ورايحه نضيف ثاني حوالي مغرف كبيره تاع السكر ونخلطوهم من الاسفل للاعلى. حبيباتي كيما شفتوني هذيك الطماطم اللي وريتها لكم اللي مليحه ما راهيش مضروبه كيما راكم تشوفوا، قطعتها هنايا كل حبه، انا درتها هنايا على زوج ورميتها هنايا كل رميه، درت فيها في تقرب حبات خمس حبات كيما راكم تشوفوا هنا معايا، درتهم في ليساجي تاع الكونجيلاسيون. راح البنات نلمهم كي نبغي نصب بهم الحيره ولا شوربه راني نستعملهم.